لما ابوك يكون عايز يتاكد انك صليت صلاه الجمعه ولا لا؟ انت لا سيف ولا لا الا الله. ما احنا بقى عايزين نفهم بقى تفسير امي الدخل اللي بتفجع الواحد دي. وانت مالك انت؟ خش زي ما انا عايز. بقول لك لا سيف ولا، انت صليت صلاه الجمعه النهارده؟ اه طبعا صليت الجمعه. صليتها في انهي مسجد؟ حليتها صليتها بقى في المسجد اللي ورانا ده على طول. صليت في المسجد اللي ورا اللي انا صليت فيه اللي انا ما شفتكش. مش عارف بابا، ممكن يكون انت مثلا طلعت مثلا بدري وانا طلعت متاخر، وقفت مع شويه مع صحابي، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. طب بقول لك ايه، في الرجعه الاولى قرا صوره ايه؟ كان قرا صوره الفاتحه في الاول. ولا هتصيع ولا ايه؟ ما هي صوره الفاتحه كده كده بتتقرا. الصوره الثانيه بقى كانت صوره الاخلاص. افتكرت كانت صوره الاخلاص. الاخلاص قل والله احد. جميل الكلام ده. في الرقعة التانية بقى، الرقعة التانية برضو كان قرا برضو الفاتحة بابا. هتصيع عليا النعمة، هديك على قفاك. الصورة التانية يلا، كانت صورة العصر فيها بابا وانا داخل امتحان بابا. اللي هي بابا اخر سؤال واهم سؤال، الشيخ كان لابس شراب لونه ايه؟ انا اتعرفت انا بابا الامام كان لابس شراب لونه ايه؟ يبقى انت بقى ما صليتش صلاة الجمعة، ما تقعدش بقى تحور عليا.